وللمزيد من المتابعة تنضم إلينا من بكين سعاد يايشين الكاتبة الصحفية. سيدتي أهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية اليوم. عندما نتحدث عن هذا التحرك الصيني من خلال المبعوث الخاص للشرق الأوسط، يعني كيف تري هذا التحرك، وهل من الممكن أن تلعب الصين خلال الأيام القادمة دورا أكبر، خاصة بأن التصريحات التي خرجت عن المبعوث الصيني تؤكد بأن الوضع في قطاع غزة وضع كارثي، وأيضا هناك عمل من أجل يعني وعمل من أجل إحلال السلام. الصين تؤكد على حل الدولتين، الصين تقف إلى ضرورة إحلال السلام الشامل والعادل في المنطقة، وذلك من خلال يعني إيقاف هذه الحرب وتحقيق يعني وقف إطلاق النار وتعزيز الحوار. مساء الخير، تحياتي إليكم من بكين. يمكن أن نلاحظ أنه بعد وقوع الصراع العسكري هناك في قطاع غزة، تلعب الصين دورها وتبذل أقصى جهودها لامتثال مع الأطراف المختلفة من أجل تهدئة الوضع هناك بشكل أكبر. وخلال هذه الأيام يقوم المبعوث الصيني الخاص بقضية الشرق الأوسط السيد جايتشين بزياراته للدول المختلفة وبما فيها العدد الكبير من الدول العربية، ويمكن نلاحظ أنه أجرى لقاءات مباشرة مع مسؤولين هناك، وحيث أكد موقف الصين مجددا القصوى الأولوية القصوى هي وقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن، وأيضا حماية المدنيين هناك وفتح الممرات الإنسانية إلى قطاع غزة. وكذلك يعني أكد أن الخبير أن المخرج الأساسي لحل القضية الفلسطينية هو حل دولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة، ومن أجل يعني تحقيق التعايش السلمي بين فلسطين وإسرائيل. ويمكن أن نلاحظ أن السيد جايتشين قد حضر القمة القاهرة وأكد موقف الصين مجددا، وأيضا هو اجتمع مع أمين عام جامعة الدول العربية، وأكد أن الصين تشعر بحزن والألم لضحايا العدد الكبير من المدنيين الناجم عن صراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتدعو الصين وقف إطلاق نار في يوم مبكر وفتح ممرات إنسانية. وتعتقد الصين أن القوة ليست الحل، ليست سبيل لحل المشاكل. الرد على أوف بالأوف هذا ليس مفيد لحل مثل هذه المشاكل. وبدلا من أنه تدعو المزيد من العراقيل لعملية تسوية سياسية للقضية الفلسطينية.